السلام عليكم، ازاي نغير فلتر تكييف تشيفروليه كابتيفا؟ الفلتر هنا مكانه ورا درج التابلو. هنفك الدرج علشان نطلع الفلتر. نفتح هنا الدرج، بص المسامير هنا هنا مسمار، وهنا في واحد تاني، وهنا وتحت. نشيل كده، احتمال يكون تحتيه مسمار. هنبص برضو، وفي تحت هنا مسامير، في هنا هنا وهنا وهنا. بس اللي هناك ده ضايع. هنفك هنا اللي في الجنب بالتريم تول. بسم الله. طب احنا نحاول كده. لا، مش محتاجين التريم تول ولا محتاجين نفك الجنب ده. هنبص هنا جوه، دي مكان الفلتر مربوط هنا. بتاعت الفلتر، وده الفلتر. ادي الفلتر طلع بالمنظر ده. هنغير الفلتر او ننفخه. لا طبعا مش هنحطه على الكرسي، هو بيطلع من الفريم. فلتر، لا ده الفلتر بالفريم، فلتر بالفريم مش بيطلع منه. معلش، هي العربية مش منتشرة قوي، فما مش بيجيلنا كتير. بس حالة الفلتر ده يعني هو يعني هيتنفخ ويرجع تاني عكس ما فكينا بالظبط. ده مكانه، وبالمرة واحنا فكين ننفخ المروحة بتاعة التكييف. يا رب يكون الفيديو عجبكم. سلام عليكم.